عندنا مرضى بأمراض معينة. نعم. مرضى السرطان. نعم. ومرضى الكلى ومرضى الأمراض النفسية. نعم. هذول اليوم دنشوفهم من صلاح الدين دي يتوجهون إلى مستشفيات بغداد ومستشفيات الإقليم. نعم. هذا إذا دل على شيء دل على ماذا دكتور؟ يعني إذا بالفترات الماضية كانت فعلا يعني مرضى خصوصا مرضى المصابين بالأورام أو السرطان يعني يلجؤون إلى إقليم كردستان أو إلى بغداد. مو بالمرات الماضية، إلى الآن. إلى الآن مستحيل. أنا هسه فتحنا مركز الأورام السرطانية من خارج المحافظة دا يزورنا يوميا فقط الإشعاع، نستقبل 22 إلى من 20 إلى 22 إلى 25 مريض. بقية العدد الفعلي للمصابين بالسرطان ايش قد عندي بالمحافظة؟ احنا يوميا نستقبل 50 مريض. 50 مريض، 50 مريض يعالج، وكل العلاجات مالتهم يعني المريض يجي يتعالج ويطلع، عنده ننطي علاج كيميائي، المختبر شغال، وايضا العلاج بالاشعاع. احنا كانت عندنا مشكله كوادر تخصصيه يعني تستطيع ان تثق بها، ان تعتمد عليها. نعم. في مثل هكذا علاجات، اطباء متخصصين حاملين على اعلى شهاده البورد في العلاج الاورام السرطانيه. يعني عندنا هسه 3 اطباء من امهر الاطباء في مستشفى في مركز الاورام السرطانيه اللي جديد انفتح، صار تقريبا 4 اشهر. هذا كلام يفرح ان شاء الله. يعني مجهز مجهز باحدث الاجهزه. يعني الشركه الاليكتا السويديه اللي هي احدث اجهزه متخصصه في الإشعاع الآن هي موجودة تنطي إشعاع. بمعنى أعتبر كلام حضرتك هذا دعوة لمرضى السرطان، يعني نسأل الله السلامة والشفاء لهم إن شاء الله، أن يراجعون في مركز الأورام السرطانية. مركز الأورام السرطانية في تكريم أسعار العلاج وكذا مجانا كله. علاج الأورام السرطانية كله مجانا ومدعوم من قبل حكومة دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، دعم خاص يعني علها. احنا نصح له يعني البرنامج الخاص، برنامج خاص لمرضى السرطان والقسطرة القلبية، يعني طيب. إلها حصة إضافية، دعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية وكافة الاحتياجات، حتى أي جهاز يحتاجه احنا نشتري لهم إياه، من يعني دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء. زين.